السلام عليكم. أفلا نجم آخر في سماء الرياضة العراقية؟ هو لاعب المنتخب الوطني والمدرب الكبير وأحد فرسان كأس الخليج، الكابتن الراحل صباح عبد الجليل، أثر مضاعفات فيروس كورونا. هذا الفيروس الذي قطف ثمار نجوم الوسط الرياضي في العام الماضي سنة 2020، ها هو في العام الجديد يقطف زهرة من زهور الرياضة العراقية، الكابتن الراحل صباح عبد الجليل. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا إله إلا الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. ضيوف حلقة هذا المساء مشاهدين الكرام، كل من الكابتن خلف كريم المدرب الكروي وأيضا الكابتن حميد سلمان المدرب الكروي. حياكم الله كباتن، أهلا وسهلا بكم. حياك الله أخي، أهلا وسهلا بكم. تحياتي لك سلام علي، تحياتي لكل مشاهدي قناة الفرات، تحياتي للمدرب القدير زميلي وأخي كابتن خلف حسين كريم. أنا سعيد بتواجدي اليوم، يمكن أنا عشت وياك أحلى أيام حياتنا بالإمارات، وأنا سعيد جدا وشكرا للقناة اللي جمعتنا. حياكم الله. نتابع تقرير مفصل عن الراحل الكابتن صباح عبد الجليل بصوت الزميل أحمد الطائي. يبدو أن فيروس كورونا نزل كالصاعقة على الأوساط الرياضية ليفجعهم بأبرز نجومهم اللامعة، فبعد أن أصابت المنية أحمد راضي وعلي هادي وناظم شاكر وعبد الكريم سلمان والقائمة تطول، جاءت لتخطف أكبر الثمار عمرا المربي والمدرب صباح عبد الجليل. صباح عبد الجليل فارس آخر من فرسان الرياضة يترجل عن صهوة جواده بمنزله وسط العاصمة بسبب مضاعفات هذا الفيروس اللعين الذي جعل الوسط الرياضي يدفع ثمن الفراق الأكبر. رحل صباح ورحلت ابتسامته الهادئة وسط إشادة كبيرة من محبيه في الوسط الرياضي كمدربين ولاعبين وكل من رافقه في هذه المسيرة الطويلة بما قدمه من عمل دؤوب وتاريخ مشرف، حيث حقق الكابتن صباح عبد الجليل كلاعب الكثير من الإنجازات مع المنتخب الوطني، ولعل أبرزها الحصول على كأس الخليج الأول للعراق عام 1976 التي كان نجمها الأول بامتياز. أما على صعيد التدريب فحقق العديد من البطولات مع الأندية المحلية كالزوراء والجوية، إضافة إلى قيادته العديد من الأندية الخليجية. الأوساط الرياضية مؤسسات وكوادر تدريبية وإدارية ولاعبون عبروا عن حزنهم وأسفهم الشديد لرحيل أحد أعمدة الرياضة في جيل السبعينيات، مستغربة من عدم وقوف الجهات المعنية وإهمالهم الرواد والرياضيين الأبطال. وداعا أبا محمد، سنشتاق كما كنت تطرب أسماعنا بكلمتك الشهيرة، مشتاقين، إنك عند رب رحيم. أبناء الوسط الرياضي يعزون برحيل الكابتن صباح عبد الجليل. نتابع. أخي ورفيق دربي الكابتن صباح كان يعني من اللاعبين الخلوقين المؤدبين المحترمين الحريصين، بصراحة يعني اليوم فقدنا اسم كبير في عالم كرة القدم العراقية، ربي يرحمك يا أبو محمد ويغفر إليك. هو نجم جديد من نجوم الكرة العراقية بهذا المرض اللعين، اللهم شافي وعافي جميع المصابين وارحم الفقيد كابتن صباح الجليل وكل فسيح جناته.
أبا نور ستبقى في الذاكرة وفي القلب. رحمك الله وأسكنك فسيح جناته وألهم أهلك ومحبيك الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كان لنا أخا وأبا كبيرا من خلال توجيهاته في بداية عملي كمدرب القوة الجوية معها لمدة سنتين، فقلنا نقول لك نمقر العين يا أبا محمد والرحمة والمغفر لك. اليوم فقدنا قامة رياضية كبيرة في العراق والوطن العربي الكبير الكابتن صباح عبد الجليل. نعزي الجميع على فقدان المدرب الكفوء اللي مثل الكرة العراقية سواء كان مدرب أو لاعب. اليوم في مباراة نفط ميسان والديوانية أرى الدموع تنزل من العيون بعد قراءة سورة الفاتحة. غيب فيروس كورونا النجوم تاركين معهم إرثا طيبا في الوسط الرياضي. أتمنى من المؤسسات الرياضية المعنية ذات العلاقة ألا تنسى عوائلهم. فاصل ونبدأ الحوار. اريد نمتح هذا الجمهور الزاحف لان احنا اليوم في عيد. بالنسبه لاتحادنا اليوم وصلنا هنا للباب، المره الثانيه ان شاء الله نقعد وياهم على الكراسي ان شاء الله. لو يقومونا لو نقوم. الله من جديد مشاهدينا الأكارم، أعود وأبدأ الحوار مع ضيوف الأعزاء. إذن كابتن خلف، نجم آخر من نجوم الرياضة العراقية يسقط والفاعل ذاته فيروس كورونا. والله الكلام يعني يعجز اللسان أن نتكلم عن الكابتن صباح عبد الجليل. هذا الرجل اللي أنا عايشته مرحلة الشباب، يمكن كنا في عمر 17-18 سنة، احنا ابناء منطقه واحده ونلعب لفريق شعبي واحد. يومها كان يلعب بالاساله واحنا نلعب بالجامعه. لو تكلمنا عليه ما نتكلم على كابتن صباح اللاعب والمدرب، خلينا نتكلم على كابتن صباح الانسان. هذا الانسان اللي البسمه ما تفارق وجهه، يمكن حاله الزعل ما تلقاها على 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 محياه، يعني حتى وان انت اسأت اليه قلب طيب إلى أبعد الحدود. بداياته مع كرة القدم، بداياته مع الإسالة، مع مجموعة طيبة، الأخ أحمد صبحي، أرام بارسوم، مجموعة لاعبين، عبد الزهرة أسود، فريق ممتاز جدا بالعموم بفرق الدرجة الثانية أو الدرجة الأولى كما يسمى اليوم. إلى أن جاءت اللحظة المناسبة لأن يبرز هذا النجم في بطولة الدوحة 1976، كأس الخليج الأولى اللي احنا شاركنا بها اللي هي الرابعة. استدعى داني ماكلينن مع مجموعة لاعبين بمواصفات معينة، طوال القامة، بنية قوية كان يعتمد عليها لكونه هو جاي من مدرسة اسكتلندية، فاجمع حول اللاعبين وغير الكثير من معالم الكرة العراقية. أنا الله يرحمه كانت، بما أنه احنا كنا نلعب بفريق واحد، يوم أنا مخلص جامعة سنة 75 ولبست عسكرية، تحياتي للحكم الدولي عباس عبد الرحمن العميد المتقاعد. فأنا رحت معسكر تدريب مصورية الجبل، فكان يبحث على عنواني حتى يسحبوني لنادي الجيش. ويومها مدرب نادي الجيش المرحوم عمو بابا كان ملازم أول بالجيش رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. فأجت أمر نقل المدرسة التدريب الرياضي، وكنت أختبر ويا نادي الجيش. يمكن في أول أسبوع تمرنت مع الفريق
عمو بابا زجبيه باول مباراه بالدوري. عمو بابا كان مساعد داني ماكلينن، فكان مجموعين المنتخب الوطني معسكرين فندق شتورة ويدربون في مدرسة تدريب رياضي، وإحنا نادي الجيش يدربنا عمو بابا. فمن كان يسوي حماء يسوي حماء مشترك للجميع. وعمو بابا كانت عنده تمارين معينة، يمكن لعب 8 ضد 8 بكل الملعب مان تو مان. فيوم من الأيام قالوا اليوم بعدنا بالاختبارات نلعب مباراة مع نادي الجيش. تحياتنا للكابتن عادل الخضير، عادل الخضير معانا بنادي الجيش يلعب دفاع يسار. فلعبنا مباراة ضد المنتخب الوطني، فأنا ألعب نص ملعب والمرحوم يلعب نص ملعب. فقال لي خلف اتركني ترى يرجعوني من المنتخب. قلت له يا ولي يا صباح، إذا أنت يرجعونك ترجع للرسالة، بس أنا إذا يرجعوني وين؟ يرجعوني الوحد. هاي على طول من كنا نقعد انا ويا نسولف، حتى من اقعد ويا صفوان اذكره بيها حتى من اقعد ويا صفوان اقول له ذكره بيها، لانه هو عزيز على قلبي كلش. فبدينا بدت المباراه، بس المجادح بين من؟ بيني وبينه. وبالنتيجه الحمد لله هو ثبت مع المنتخب الوطني وانا بقيت معنا مع نادي الجيش. برز نجمه بصوره غير طبيعيه بالخليج للعلم، يعني هو مو فقط لاعب وسط وانما لاعب وسط هداف. صحيح. هو سجل بطوله الخليج 4 اهداف، واحدة من الأهداف الراقية. هذا الرجل يعني سمح، طيب المعشر، صاحب نكتة، يعني هذا الجيل، جيل الأبطال. يعني أنت مرات لو تختلي بالكابتن حميد سلمان ويسولف لك سوالف أهل قبل تتمتع بيها، لأنه جيل ناس الطيبين جدا. من ترك يعني ناديهم بعدين صار وراء الاندماج، صاروا مواصلات بلديات وصاروا مواصلات. المهم الفريق من ترك اللعب اتجه باتجاه مو اداري، راح باتجاه التدريب. قبل ان ناخذ مراحل كابتن حميد، كيف تلقيت خبر وفاه رامي صباح عبد الجليل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقه يعني صدمه كبيره، يعني اعزي نفسي واعزي كل اخواني الرياضيين وكل المعنيين بالرياضه العراقيه ليس فقط كره القدم، لانه الكابتن يعني كابتن صباح عبد الجليل الله يرحمه يعني كبير في كل شيء، في اخلاقه، في ادبه، في تربيته. حقيقه انا ما لعبت وياه يعني لا بالمنتخب مال الشباب ولا بالمنتخب بغداد ولا بالوطني باء. انا كنت دائما يعني العب ضده، اذا كان هو مثل ما تفضل الكابتن خلف انه يلعب هو بالاسال انا العب بالكهرباء، فاني ايضا كنت العب نفس ما تفضل بكابتن خلف هو بالوسط، يعني العب وسط هو يلعب وسط بس هو أطول مني وأقوى من عندي، وكنا دائما نلتقي يعني ند واحد للآخر، إذا كان هو يدرب بالجوية أنا يدرب الشرطة، وإذا كان هو يدرب صلاح الدين أنا يدرب ديالة، وإذا كان هو يدرب النفط أنا يدرب نادي بيرس، فدائما نلتقي واحد ضد الآخر. فمن تنتهي المباراة ودائما أقول له قبل المباراة أقول له أبو نور بعد قبل ما تبدي المباراة من هسه نتفق بعد المباراة نقعد يم أصدقائنا، يقول لي أقول له بغض النظر عن النتيجة، يقول لي صار ابو سامر بغض النظر عن النتيجه مره فزت عليه بالشتانة درب دياله ودرب صلاح الدين، فقلت له بغض النظر عن النتيجه، قال لي هذا ونلتقي هناك ونقعد وكذا، وراه بعد ما شفته للمرحوم. حقيقه اكو يعني نقطه مهمه انه الكابتن كاظم شبيب يعني يقدم له كل تحيا جنابك الكريم ولا قناه الفرات، ويعزي عائله المرحوم الكابتن صباح عبد الجليل، لأن حقيقة كلفني أن أقدم له تعازي باسمه لأن هو بعيد عليكم تعرفوه بأوروبا. صحيح. فالعلاقة مع المرحوم صباح عبد الجليل علاقة جدا قوية، ودائما نلتقي. يعني إحنا هاي الفترة أنا يعني حقيقة استغربت أنه مو موجود، فسألت عليه وين وين كابتن صباح، قالوا مو موجود وكذا يدرب الصم والبكم. فمثل شلون التقيت أنا والمرحوم ناظم شاكر بأربيل، قالوا راح يجون يتغدون يمنا، فشفت تفاجأت، شفت وضعه يعني حرج كلش. قلت له صباح شنو القصة، ليش هيك ابو نور؟ قال لي رجلي سوفان بالركبة اثنينات انه ما دا اقدر امشي، يعني شوف عبالك قصران هذا الطول اليافع. أيه. هذا الجسم الضخم يعني ما بالضبط عبالك مربع صاير، فقال لي ما دا اقدر رجلي كلش يعني دا تألمني. المهم يعني
رجل ما ينسي يعني في كل يعني كله طيب وكله محبة. زين حتى أنت تحدثت عن وجوده مع فريق الصم والبكم، يعني قام مثل الكابتن صباح عبد الجليل يركن لسنوات بهذه الطريقة، وأكو معايير لتسمية المدربين، إهمال النجوم وإخفالهم بهذه الطريقة، شنو تفسيره؟ أكثر من مرة أنا حتى أتبت علي للمرحوم قلت له كابتن أكثر من مرة أطلعاني بالتلفزيون لقاءات دائما أتكلم باسمك، أقول ما يصير مثل كابتن صباح عبد الجليل يعني ما حد يدز عليه بالتدريب، ما يخالف خلاص ما تريدوا مدرب أخذوه خبير هذا يخدمكم ويفيدكم عقليته زينة وكذا. أقول ليش أنت من تطلع مثلا ما تحكي بيه ما تقول مثلا كابتن حميد سلمان هيجي ولازم يعني يكون مدرب أو يكون مشرف أو يكون يعني خبير بأي نادي، ولذلك احنا هاي مشكلة يعني مشكلة يعني هاي المدربين دول الكبار حقيقة بدنا ننساهم ونتناساهم. يعني أنا قبل فترة صار يعني ولو مو موضوعنا هذا كان احتفالية القوة الجوية بمناسبة تصدر الدوري، مبروك عليهم فريق القوة الجوية. أشوف يعني قسم لعبوا موسم واحد بالقوة الجوية، موسم واحد وموسمين، أنا سبع مواسم لعبت القوة الجوية 75 76 77 78 79 81 وكأنهم مو موجودين. ليش نادي الشرطة ما يسوي احتفالية يعني يقيم كل المدربين، يقيم كل اللاعبين اللي خدموا النادي ذول الكبار، لطيف شندل ولطيف شندل وسعد داود وصباح لازم وأسماء كبيرة وزهراوي، ليش احنا ما يقيمونه؟ دعوة بسيطة متغافلين عن نجوم الجوية ماكو نهائيا، هي دعوة ما تسوى يعني مجرد قدم دعوة باحتفالية احتفالية والسيد القائد موجود، مش ان احنا من الرواد هواي يعني مش ان كابتن القدير مجب الفرطوس ولا حسان بهي ولا قصي ولا قيصر ولا كثير من اللاعبين الكبار مو موجودين، نحن كنا حوالي 12 واحد. يعني حسيت قلت يا ابو مع الاسف يعني احنا قدمنا كل شيء للقوة الجوية وتعبنا ولعبنا منتخبات ويعني يصعبون صعب عليهم يقيمونه في التقييم بسيط. هو موجود السيد القائد وانا يعني بصراحة احترمه بشكل كبير يعني، هو يعني حكى كلام حلو قال النجوم ما ننساهم والنجوم ذولا يعني يبقون في ذاكرتنا ونقيمهم ان شاء الله بالوقت المناسب. فاحنا نعتب مرات مثل ما تفضلت انه يعني كابتن صباح عبد الجليل وغيره المرحوم يعني انه ما حد قيمه للاسف رحمة الله على الكابتن احمد راضي مره قال في برنامج كوره يقول النجم يقيم بعد ما مات كابتن. صحيح اي هاي مشكله كبيره هاي يعني ليش مو حتى المرحوم ناظم شاكر قال ليش دا سوى له تمثال هسه من توفى سوى له تمثال هو يشوف نفسه مثل ما جمولي. صحيح. جمولي شاف تمثال بملعب الكشافه ويتباهى من يشوف هو جمولي يعني تمثالي ملعب الكشافة. ولذلك احنا نجومنا راحوا هيك في غفلة. اقول البين ما يكرف حطب لم يدور ورد جوري ويشتم. أيوة. اخذ الورود. كابتن انت عاشرت الراحل اكثر من 40 سنة كوسط رياضي، من اللي بلغك بنبأ رحيله وشلون تلقيت هذا الخبر؟ والله تلقيت الخبر بفيسبوك من الصبح. يعني قد يكون صباح مشؤوم بيني وبينك، الصبح مشؤوم لأنه تفاجأت به حقيقة. الرجل هو اختار لنفسه أنه ينزوي. يعني دائما أنا أقول له صباح ليش ما تظهر يعني للإعلام، تطلع باستوديوهات التحليل، تقدر تدرب مثل ما تفضل، لأنه أنا هم شفته التقيت به عدة مرات. يعني رجليه صوفان بالمفاصل فحركته قليله وزن زايد، فكانه هو يقول خلاص عند هذا العمر انا اترك التدريب، يكفيني انه انا ايش عندي، انا عندي جيوش من الزملاء في عالم التدريب، خلينا نقول الاجيال اللي احنا عشنا معاه، تحياتنا لكل جيل ال 76 يعني اللي شاركوا بالدوحه زملائه، اللاعبين اليوم قسم من اللاعبين زملائه أصبحوا مدربين، قسم من لاعبينه اللي دربهم أيضا صاروا مدربين. لا تنسى يعني صباح الله يرحمه إيش درب أكثر فريقين جماهيرية بالعراق. صحيح. وحقق حققهم بطولتين دوري. اللي هما فريق نادي الزورة وفريق القوة الجوية. أعرف أنه جماهير القوة الجوية أو جماهير الزورة اليوم كلها تترحم على المرحوم صباح عبد الجليل، ولهذا اليوم أكو إجماع في كل العراق من شماله إلى جنوبه الكل تترحم عليه من
على بعدين هاي الشخصية ما يعني ما كان مثار جدل بالشاشات التلفزيون، يعني ما كان يداعي لنفسه انه انا اريد فلان شيء. كثير مثلا من الاخوة اللي الله يرحمهم يعني كانوا مثلا محللين ناقدين بالبرامج التلفزيونية، الله يرحم المرحوم ما كان بهذا الشكل، يمكن كان قاعد بالبيت مرتضي لنفسه ان يسمع الاخرين، لكنه هو بعيد عن الوسط الرياضي. ولهذا من يعني حتى من مات بدو يعني احنا ما درينا به انه مريض. لا قبل هاي هو بعيد عن الوسط الرياضي بارادته لو مبعوث قصرا. شوف انا راح اقول لك شيء واحد اليوم، لو انا ما ادق بابك انت ما تجيني اليوم. مو احنا مثلا اتفضل الكابتن ابو سامر اليوم يعني لازم احنا نطرق اللي بيبان نقول لهم تعالوا اعطونا مناصب. احنا هذه اصلا هذا الموضوع ما نفكر به لانه كرامه الانسان فوق كل شيء. لكن منو اللي يجي قيمك؟ خليك انا راح اقول لك شغله بعد ما طول انت راح نطلع بموضوع اخر. كم خبير كروي او مو كروي حاب نقول كروي خبير متقدم على انتخابات مجلس الخبراء؟ صحيح عدد. خلي اسالك سؤال، من هو بيهم الخبير؟ منو بيهم خبير؟ انا ماكو خبير، ما بيهم ولا انا راح اقول لك شغله يعني لو انا وياك نسولف تقول لي كابتن خلف انت تفتهم بس كره قدم، اقول لك انا مو خبير، انا افهم بلعبتي، انا مدرب افهم في كره القدم، لكن العلوم الاخرى انا ما افهم بها. الخبير يجب ان يكون رياضي شامل. انا اقول لك رياضي شامل يفهم علوم الدنيا، ولا واحد من الخبراء خبير. واكون ازمن عندهم حتى كره قدم ما لعب ومسمي نفسه انا خبير وراح يخوض انتخابات وانا خبير واحتمال يفوز وهو خبير. هذه ماساه بلد باكمل. انا اليوم يسالوا لي يقولوا لي ليش ما قدمت؟ قلت لهم زين لازم اكو نادي يرشحني، انا عضو مجلس اداره بنادي حتى اترشح او اتحاد. اذا انا مثلا خلينا نقول انا ابن الطلبه بس انا مو عضو هيئه عامه نادي الطلبه، شلون اوصل مجلس الخبراء؟ ما اقدر اوصل. والنتيجه يعني هذا البلد ساير بهذا الشكل. نتيجه الخبراء اللي تحدثت عليهم راح يقودون الرياضه. اعوذ بالله، هي الرياضه رايحه للحضيض، من يقودها؟ بس احنا ما نطلع يعني اليوم هذه حلقتنا مخصصه لهذا العملاق. هذا واقعنا. هذا واقعنا. للاسف يركنون ونتذكرهم بعد وفاتهم لانه قاده الرياضه ما قادرين ان يستوعبون الجميع. مثل ما تفضل بكل تاكيد اليوم انت اليوم اذا احنا نتكلم على راس الهرم هسه نقول مثلا اليوم الانديه والاتحادات مسؤوله عليها اللجنه الاولمبيه، الوزاره مسؤوله على الجميع. ايش وقت تصير عندنا عمليه اصلاح؟ انا ما اعتقد راح تصير. هواي ناس رافعين رايه الاصلاح. يعني شوف مع احتراماتي لكل من يدعي الاصلاح، الاصلاح يبدي باصلاح النفس البشريه اللي داعي بالاصلاح. اي اول مره خلي انا اصلح نفسي. اصلح نفسك. نعم. انا اصلح نفسي. احنا كمجتمع حتى الناس اللي موجودين بالشارع، يعني احنا مثلا خلينا نقول كلينكس او سيجاره ندبها بالشارع وبعدين احنا نلوم نفسنا. يا بدي خلينا نصلح احنا نفسنا، الاصلاح يبدي عندنا احنا. اوكي انا هسه انت لو تقول لي مثلا في مركز معين اقول لك لا ما اقدر ادير المكان اللي انت مطيني اياه. يعني الاصلاح كذبه بالعراق؟ انا اقول كذبه. كذبه. وين الاصلاح؟ هو الاصلاح هي شو يعني كلمه نقولها احنا لو فعل احنا نسويه؟ لا فعل ما كل الفعل يطبق على ارض الواقع. الفعل وينه؟ وين الفعل؟ يعني انا محتراماتي لكل اللي موجودين باللجنه الاولمبيه. يعني تعال اقول لك ايش سوت اللجنه الاولمبيه للحركه الرياضيه العراقيه. وسام اولمبي من زمن الراحل عبد الواحد عزيز رحمه الله على روحه يتيم على روحه. يمكن كنا اقرب الباحج. انت سولف عرفوني واحد قالوا يشبه اسماعيل خليل الملاكم، قالوا نقدم لك اسماعيل خليل. قلت لك انت تشبه اسماعيل خليل. فانا كنت يومها بامريكا بال 84 بالدوره الاولمبيه، فكنا ندرس هناك. فاسماعيل خليل يعني للاسف حظه تعيس، التقى ويا هوليفيلد وهوليفيلد فاز على تايسون وعض اذنه واذنه وقعت بالقاع ورقعوه وبعدين رقعوها، واللي فاز على تايسون. فمباراه بالنصف النهائي لو هو رايح بالنصف
النهائي الآخر كان ممكن وين يروح؟ يروح للنهائي ونكسب بيه. إلى أن أنا كنت أذكر المعلق مال المباراة، يعلق المباراة بالإنجليزي، فالجولة الأولى هو هولفيلد هاف هاف، يعني 50 لاعب ما تعرف منه فايز بالجولة. فالمذيع كان يقول عليه This is the Iraqi tough boxer، يعني ملاكم عنيد يقول عليه قوي، لكن ما قدر، صعبه يعني. هذا هولفيلد قوي. الآن ما كمل الجولة الثانية ورموا المنشفة وانسحب من المباراة. لو رايح بالنصف الثاني يمكن كان حصلنا على بطاقة. لمح الكابتن لموضوع جدا مهم، الكابتن عاش بمرضه وحيدا، حتى ما حب يبلغ أحد بإصابته بفيروس كورونا، وإلا أنتم تدرون يعني هو المصاب. لا هو سأل علي بالآونة الأخيرة انزوى يعني أسبوعين. خلص أسبوعين. لا هو قصدي يعني بالفترة الأخيرة يعني تقريبا أنا 6 أشهر ما شايفة نهائيا. يا أبا وين كابتن صباح الله يرحمه؟ قالوا والله ما دي يطلع كذا، رجله مو زينة وضعه يعني. حتى من تمرض قبل يمكن البارحة قالوا ترى بي كورونا أسبوعين يعني. صار الأسبوعين أي يعني هو مفاجئ. ما حد يعرف سعد علي، ما حد يعرف. فتفاجئنا يعني، تفاجئنا بصراحة. أنا حتى أسأل جماعتنا هنا، أكو جماعة مكان عندهم بالبتاوين، أكو معمل مال الولد أبو سنان، يقعدون بيه كل جمعة يسوون غدا، وولد هناك يحكي يقول حضر اليوم فلان، حضر كابتن صباح عبد الجليل، حضر كابتن خلف، حضر حميد سلمان. فبس يوم الجمعة كنت أشوفه، وحتى يوم الجمعة بعد ما قمت أشوفه أسأل عليه يا أبو كابتن صباح وين صار شو ماكو؟ قالوا رجله مدى تعينه نهائيا، مدى يقدر يمشي عليها، وضع كل الصعوب، حتى من يروح للحمام يوصلوه توصاله يوصلوه. ولذلك زين احنا ما سألنا عليه، او سألنا عليه احنا زين. انتو كدولة هذا نجم من نجوم العراق. أيوة. هذا نجم، هذا اسم كبير. زين احنا لا حول ولا قوة، بس نسأل عليه شلونك، شلون صحتك كذا، لو بالتليفون لو نشوفه لو كذا. زين انتو كدولة، انتو كوزارة يعني، هسه الان هو بالموقع الرئاسي السيد عدنان درجال وزير الشباب، وكل شيء يعرف عن كل يعني ما موجود بالرياضه يعني. هل من المعقول انه هذا النجم نتركه وما نفكر به وما نشوفه؟ ما تقول يا ابو وين صار؟ هسه جنابك قلت قبل شوي، قلت يعني معقوله انه هذول النجوم دا يروحون ما حد يهتم بيهم، ورا ما يموت تبدا عادل ريتشي تشان وكذا، تمثال وكل شيء نسوي له تمثال. وين التماثيل؟ احنا سمو مو تكلم الكابتن القدير ابو يوسف، مو وين الاصلاح؟ هو هذا يحكون بيه، هاي يتبجحون بيه الاصلاح. يا اصلاح عمي، يا اصلاح، والله انا خاف اطلع هسه من هنا بالقران، اخاف اطلع بالشارع. وينكو امان؟ وينكو اصلاح؟ وينكو؟ هو الموضوع، موضوعنا انه موضوع المرحوم الكابتن صباح عبد الجليل، هذا الرجل حقيقة يعني ألمه جدا قوي في قلوبنا وفي قلوب كل الرياضيين، وحتى المو رياضي أيضا يحب هذا الرجل. الابتسامة مثل ما قال كابتن خلف، ما تفارق محياه. الكابتن وصف جبار، يسلم عليكم. الله يسلمكم. السلام. والتحيات لضيوفك الكرام. أبكتني كلمة مشتاقين دائما يرددها لأصدقائه الأعزاء مع العلم قادة جوية الكابتن حميد سلمان، كأس أبطال آسيا مع الجوية. تحياتي لكم. شكرا جزيلا. الغريب الموضوع انه ذكرته انه الكابتن درب الجوية وحصل على لقب، درب الزوراء وحصل على لقب، وهذه المسيرة ولاعب منتخب، لكن مراسيم التشيع لقطات واضحة فقيرة جدا ما بها حضور رسمي، عكس ما شفناه مع النجوم الراحلين السابقين. كابتن حميد، يعني بالتأكيد يعني لو شوف التشيع مع الكابتن ناظم شاكر، يعني تشيع مهيب كبير جدا يعني. يعني أنا مستغرب اليوم هسه، أنا ما شفت التشيع إلا هسه يعني، يم مكاني بالاستوديو شفته بالتلفزيون. يعني معقولة يعني 14 أو 20 واحد أو 25 واحد؟ هذا الرجل الكبير المحترم المؤدب الخلوق صاحب الإنجازات الحامل صفة الخلق والأخلاق موجودة عنده، معقولة لا وزارة شارك، لا أولمبية شارك، لا اتحادي شارك؟ مو معقولة. إذا المهملين سأل علي، جد ما تحكي، جد ما تقول عندنا نجوم، ترى سيساقطون واحد أنت والآخر. هو نفس الشيء، نفس ما موجود ما شفناه اليوم الكابتن المرحوم صباح عبد الجليل. الآن أقول لك بصراحة يعني أنا حقيقة شفت يعني التشييع مال المرحوم
ناظم شاكر يعني تشيع يعني كبير جدا ويستحق ابو فهد الف رحمه على روحه ورحمه على روح كل اللي توفوا بالوباء وغير الوباء رياضيين وغير رياضيين. حتى الكابتن كريم سلمان رحمه الله عليه جابوا للنادي شافوا ناديه لاعبينه بكوا عليه بالملعب طبوا بالملعب طبوا اثناء المباراه يا كابتن اليوم كل شيء ما صار. شوف انا خلي عزيز ان شاء الله يبدو عائلة المرحوم والناس اللي قرباءه خلينا نقول عمامه نسابته قال لك الوضع وضع وباي وحظر التجوال وانا باعتقادي انه هاي سيارة الكوستر راح تشيلنا كل احنا واحد تباعا واحد ورا الثاني. بس مثل ما تفضل الاخ الكابتن حميد اليوم انا بتصوري صباح يستاهل كل الخير يستاهل تأبين اكثر من هذا بكثير. ممكن نشوف بالايام القادمة فالتشيع رمزي ومجلس عزاء بنادي الجوية أو نادي الزوراء. راح أقول لك أنا اتصلت بصفوان مباشرة من سمعت الخبر خابرت قلت له صفوان أكو عزاء قال كابتن ما سوينا عزاء لأنه إحنا نخاف من هذه مسألة الكورونا. بالأمس فريق رئيس فريق شعبي الله يرحمه صالح متوش عندنا هو من زملاء بالنهارية توفى سووا عزاء الناس بعدين انجمعوا كل الرياضيين هو رئيس فريق انجمعوا كل الرياضيين بما فيهم عباس كريم وأخو مهدي كريم ومهدي كريم كل الرياضيين اللي موجودين بغداد الجديدة سووا تشييع رمزي جاوبوا به المنطقة كلها هو رايح دفنه راح وانتهى بس سووا له مسيرة خاصة. أنا أقول خلي نعطي كل واحد حقه هسا احنا قد يكون حقه بالحياة ما اعطيناه هاي الرحمة كلها احنا راح نقولها كل اهل الفيس كلها قالت كلها ظلت تترحم كل العراقيين كل العراقيين ظلت تترحم. تقترح كابتن؟ انا اقترح انه هذا الرجل خلينا نقول رائد من الرواد قد يتقاضى راتب اللي هو مثلا 600 او 400 وانقطع بعد وفاته هسه انقطع هذا قانون الرواد هذا قانون الرواد راح نجي عليه بعدين فشنو مقترحك؟ انا اقول لا خلي أقول لك شيء واحد بمفهومين من عندنا بطل قومي يمثل البلد في لعبة ما ويحقق لك إنجاز كل المدارس سواء رأس مالية أو اشتراكية تعتبره بطل قومي. البطل القومي وين؟ شو تقول لك؟ يقول لك هذا من ما تخلي نخلي ذكراه شو نسوي له؟ هسه ما راح نقول على التمثال نقول مثلا هذا الشارع راح نسميه باسمه صحيح هذا المستشفى نسميه باسمه المستوصف الجسر المدرسه لانه هذا مثلنا هذا قطع عرق وقطع دماء المن في سبيل الوطن هذا رفع رايه الوطن والنشيد الوطني العراقي احنا هذه لليوم احنا انا اقول لك مثلا قد نقول مثلا المرحوم احمد راضي رحمه الله على روحه سموا الملعب باسمه شيء رائع جدا. اوكي اليوم من ادور على شيء لعمو بابا اسمي باسم عمو بابا. عمو بابا مات بعد وصيه. الوصيه ادفنوني في ملعب الشعب. صحيح. اوكي اليوم احنا ذولا هم انا اقول اول شيء هذا القانون الرواد اللي شرع اعتقد كل كثير من الفقرات لم تطبق منه. لانه هذا مو فقط الطبقة بحذافيره وإنما أضيف عليه شنو النقص مع الحياة اليوم إحنا عندنا هذا القانون ودنحس إنه بعدنا إحنا ما مقدمين شيء للرواد إذن هذا القانون شنو نقدر نضيف عليه للرواد مستقبلا إحنا دا ناخذ حقه مثلا قالوا يعطونا مقطع أراضي تكنسلت العلاج إذا ما يتوفر داخل العراق خارج العراق عندهم 90% 50% تذاكر السفر هذه مو مش موجودة أقول لا هذه موجودة يجب أن تكون ومن ثم ش نقدر نضيف عليها لهذا الرائد يعني القانون منقوص هو منقوص هو ما مطبق لكن إحنا مو فقط نطبقه بحذافيره وإنما نزيد عليه لأنه نزيد عليه. إحنا نعيش حياة يومية متطورة ش نقدم هم مش قد ما تقول ليش قد هم خلاص خلصوا يعني متباع عليهم كم واحد اللي باقي بالدنيا واحنا هيك لئيمين ويعني انا اقول هي عدم وفاء
بس مرات انا راح اقول لك شغله واحده، الحيره وين تدري شنو؟ يجي شخص مسؤول ترفع التليفون عليه تقول له ترى صباح عبد الجليل مات، يقول لك منو صباح عبد الجليل؟ اه اي المسؤولين بشكل والله معقول. انا اقول لك يا زين نور دياب الله يرحمه مات، بس من يعرف نور دياب؟ هاي احنا غير القدامى نعرف نور دياب، من يعرف نور دياب؟ راح هذا اللي مثل المنتخب العسكري بالستينات والسبعينات وهداف العراق وكأس العرب سنة 66. بس مرات لو الوزير يقول لك من نور دياب؟ أنا ولا أعرف نور دياب، شو مصيبة. ولهذا أنت من تحكي اليوم أهل الرياضة العراقية ومو أهل الرياضة العراقية للأسف، كل القادة مو أهل. معظم معظم للأسف. سأل علي عندي إضافة كابتن، حكي حلو كلش. إحنا أكو قسموها يعني المكرمة ونقول القانون قسموه إنه البطل يأخذ 600 والرائد يأخذ 500 واللي ما أخذ بطولة ثاني مثلاً آسيا ثاني يأخذ 500 يعني 600 500. هسه الآن بدوا يقطعون من أدنى، يعني أنا أخذ مال أبطال عندي بطولة تأسست 75 احنا ناخذ 600 كنا قبل، الان دي ينطونا 558. ليش عود؟ يا شنو القصه؟ يقول هاي شو اسمه ضريبه. يا ضريبه ماليش، مالي ضريبه، هي تجمعها منحة. تجمعها من الرواد، هي منحة. تجمعها من الرواد تلقيها يمكن في 2 مليار 3 مليار هاي بجيوبهم. عجيب والله. اليوم احنا كابتن، اليوم احنا هاي مشكلتنا، يحجون ويتبجحون يطلع لك بالتلفزيون شوف ابو زيد الهلالي، والله من تجي الطبيعة ولا 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 عبرك. موسى قال الكابتن قال اسأل مسؤول ما يعرف، مسؤول قل له منو صباح عبد الجليل، منو ناظم شاكر، ما يعرفهم، ودعتك ما يعرفهم، دايخين دايخين بالفلوس. كانت حياتهم وش تقول؟ تقول بنت الفقر لا تجيبوها، تجيب الفقر من بيت ابوها. يعني بصراحة احكيك اياها، يعني ابن الخير لا تخاف من عنده. هسه مقصد كلامي عرفته شنو؟ ابن الخير لا تخاف من عنده. قولي امير المؤمنين لا تطلبوا الخير من بطون الجاع. ولذلك احنا يعني المرحوم صباح وراه يروح حميد وراه كذا، هاي سنه الحياه، لكن يبقى شنو؟ الذكر الطيب. نكتفي بوقفه حداد اليوم بالمباريات، لو اكو تشييع رمزي اكو خطوات لاحقه لهذا النجم اللي خدم انديتنا ومنتخبنا كامل. والله اخ علي اقول لك شيء واحد، انا والله ما أدري أنا اللي بحكم قربي على هذا الرجل لأنه صديقي عشت ويا حياتي كله. لو كنت أنا بالتطبيعية اليوم ما الدوري ألغيه، أوقفه، أوقف الدوري نهائي يومين حدا موقف، لأنه هذه اليوم أنت لو متخذ هذه الخطوة فهمت شلون؟ كل لاعبين القدامة رسالة يقول لك الله إيش قد هذول الناس إيش قد إيش قد رايعين جدا. بالفعل حسوا بحرارتنا، حسوا بقلوبنا محترقه على الكابتن صباح عبد الجليل. اذا بكره من احنا ننتقل على هاي على هذه السياره الكوستر نلقى حقنا، اكو عالم تقبلنا. للاسف هاي احنا اليوم ما شفناها، مثل على قولتك شاره سوداء على بيد اللاعبين مش موجود. قال يتعلمون من اوروبا، هذا الدور الاوروبي اللي يشوفوه، دور ابطال اوروبا كاس الاتحاد الاوروبي، خلي يشوفون من يروح واحد يتوفى وكذا، شوف شلون له تقييم والاحترام وكذا. هذا عضو منتخب العراق، عضو منتخب العراق وماخذ بطولات محليه، ما فد وقفه بسيطه خمس دقائق شاره البس شيء. هاي الانديه اللي اخذ لكم بطولات التجويه والزوراء، ما بيكم واحد يحضر من الاداره يحضر هسه ان شاء الله هاي الرساله توصل باكر مباراه الدوري، بكره مباراه الدوري. لا ما هي الرسالة المفروض بها منحين دولي ومحلي. الدولي الناس تباوع العراق شلون تكرم نجومها بعد رحيلها. اليوم الناس وسائل الإعلام العربية تتابع راح أحد نجوم الكرة العراقية، ايش سوى العراق؟ شنو المبادرة اللي قدمها بعد رحيله؟ والرسالة المحلية عائلته يقول لك هذا أبونا اللي خدم الرياضة العراقية وخدم الأندية، ايش سوى ولا شو؟ ما حد حضر بعزاء بجنازته بمراسي كابتن مهيج الكلام. يقطعون. انا اقول لك هسه هاي مال قطع الرواتب من الرواد والابطال، هي هاي مشكله كبيره. تيجي تقول لهم يقول لك مخاف متزوج اثنين او ثلاثه، عاد احنا ما عندنا شغل وعمل نقوم نوزع؟ لا انتم ما عندكم شغل وعمل تخلون بجيوبكم؟ فكروا بهاي الناس اللي تروح هو وسعد يونس وكاظم كامل وغيره وغيره كلهم راحوا، شنو اللي دخل بجيوبهم؟ نتابع ردود افعال الوسط الرياضي بفقره فيسبوك. الرساله الاولى
الكابتن رزاق فرحان، وداعا يا أطيب قلب، الرحمة والمغفرة للكبير صباح عبد الجليل، البقاء لله الأب والمعلم. إذن يعني كان يمثل بمثابة الأب والمعلم لهذا الجيل كابتن. يعني وصفين، واحد أحلى من الآخر. شلون وصفه كابتن رزاق؟ كريم طبعا. سولف تفضل. لا سولف انت، روح على الرياح. صباح عبد الجليل في ذمة الله، لروحه الطيبة الرحمة في جنان الخلق، خالص العزاء لأسرة نجم الكرة العراقية الأسبق ولذويه وكل محبيه وللعشرات من اللاعبين الذين أطلق أبو النور مواهبهم في الدنيا، في دنيا الكرة. إذن الكثير من المواهب اللي اكتشفهم الكابتن. اليوم دا أقرأ تغريدة لأمين شراد الموجودة، راح نأخذها إذن مرات يقولون مدرب كرة القدم يوصفونه عند 12 صفة، واحدة من الصفات آخر صفة يقولون هي is very predictable، اللي هو عند القدرة على معرفة أنه هذا موهوب لاعب أو لا. ولهذا اكتشافات الكابتن صباح كثيرة في عالم الكرة العراقية، سواء الأندية اللي دربها داخل العراق أو تجارب اللي عاشها خارج العراق. ولهذا أحيانا ليش الناس تعلقت اليوم، يمكن عمر العبوسي تحياتنا إليه قال عمري ما شفت هذا الكم الهائل من الناس اللي نشرت نبأ الوفاة، لأنه كم أنت كنت محبوب من قبل الناس. ألف رحمة على روحه. ألف رحمة على روحه. الرسالة الأخرى، حسين الخرساني زميلنا تحياتنا إليه، يقول لا إله إلا الله الخلوق الكبير صاحب الروح الأبية يفجعنا برحيله، زمن الصدمات المرعبة، أخي وصديقي أبو محمد الكابتن صباح عبد الجليل في ذمة الله. الرسالة الأخرى، الزميل ضياء حسين النجم الراحل سبق أن مثل منتخبنا الوطني لكرة القدم وعمل ضمن الجهاز التدريبي لأسود الرافدين كمساعد للمدرب أكرم أحمد سلمان، كما قاد الزوراء والقوة الجوية لإحراز لقب الدوري العراقي الممتاز. الرسالة الأخرى، الكابتن سعد المميز امتلأت صوره بالصفحات عندما مات ولم يذكره أحد وهو على قيد الحياة، أتمنى أن يكون آخر المنسيين ونحاول أن نستذكر نجومنا بكل طيب وهم على قيد الحياة. ألف رحمة ونور على روحك الطاهرة. هذا اللي تحدثنا به كابتن، يقول منسي بحياته وبعد وفاته نتذكر. هاي نفس الشيء تكلم بيها أنت وإحنا وكابتن خلف، دائماً من يتوفى تبدي عاد. يعني المشكلة إنه كل العالم مشخصة هاي النقطة. أي. ليش ما تتعالج؟ ما يعالج. وراء أول نجم، ثاني نجم، ثالث نجم، غير كون تتعالج هاي القصة. خالي، من صدر قانون الرواد انجمعوا كل رواد الألعاب، وين؟ بالقاعة مال ملعب الشعب. أنا بتصوري هذا كان عرس كروي بأكمله. لأنه الرواد اللي أنت ما شايفهم طول حياتك في كل الألعاب التقيت بيهم، وين؟ بهذا اليوم اللي انجمعنا، يوم اللي انطرح القانون. تحياتنا للأخت ثريا نجم عضوة البرلمان اللي هي صاحبة اليد الطولة بإصدار هذا القرار. كانت عندها مقولة تقول لي إياها، تقول لي أستاذ خلف أنا مرت بحياتي لحظات فرح، يوم زواجي ويوم اجاني زيد اول واحد للدنيا ويوم اللي ناقشت بها الدكتوره، قالت لي والله يوم اللي عشت هذا القانون من طلع هذا الوقر هاي الفرحه تعادل ذن ثلاثه. ليش؟ لانه شفت الابتسامه هاي الالاف اللي موجوده بالقاعه اللي كلهم محتاجين هذا الدعم. بالنتيجة احنا شنو اللي محتاجينه؟ هي لحظة اقول انا مثلا، خلينا نقول كل اتحاد من، وهاي رسالة لكل الاتحادات مني، لو اتحاد كرة القدم او السلة او اليد او الطائرة او الملاكمة او المصارعة او الساحة وميدا، ايش قد عندكم رواد مدربين بعتهم احياء؟ في كل عام اسوي حفل
أدعو به وأكرم هؤلاء الرواد في كل لعبة. خلينا ننجمع حتى نعرف بعضنا هذا ايش عنده من مرض، هذا ايش عنده من مشكلة، نقعد وجبة غداء وجبة عشاء. يعني خليني أقلدك وسام أشتري من حافظ القاضي بعشرة آلاف ولا بسكيات معنوي افتهم علي شلون. خلينا نلتقي مع بعضنا على مدى يوم يومين ثلاثة وما راح تكلف شيء، وهذه تقرب منين؟ من روابط وصداقات الناس، حتى هاي احنا ما نعرف نسويها. طيب الرسالة الأخرى. أمين شراد قال لي ذات مرة انظر إلى هذا اللاعب، صوره جيدا، احتفظ بما ستصوره في أرشيفك لأنه سيصبح نجما مع مرور الوقت. فعلا تلألأ نجم همام طارق. تذكرت هذا الكلام عندما سمعت بأن أبو محمد الكابتن صباح عبد الجليل توفي اليوم أثر مضاعفات فيروس كورونا. هذا اللي تحدثت به كابتن، هذا اللي أقول لك عليه، النظرة المستقبلية للاعب عندك، تقول هذا وين راح يوصل، يروح للمنتخب، يروح يحترف خارج العراق، ولا راح يكون لاعب عادي مثل 11 لاعب يلعبون بالملعب. هنا النظرة الفاحصة أو مثل ما قلت لك أنا التنبؤ، تتنبأ للمستقبل للشخصية، وهذه واحدة من صفات المدرب القدير. ويبقى أستاذ صباح المرحوم مدربا قدير. همام عنده قصة كابتن بدايته وياك، أنت أحد أسباب وجوده بالقوة الجوية. أكيد يعني هاي الكل يعرفها، بس أكو ناس يعني ما تنسى، مو تنسى، هو نوع اللي يعني للأسف يعني ذكرهم. هو كان صغير وأنا كنت مدرب الجوية بال 2007-2008، فأبوه الله يرحمه طارق نعوه صديقي، فقال لي بلكي شوف الهمام، شفت الهمام ضعيف صغير كلام شون، جبت النادي القوة الجوية ودزيت على مدرب الشباب كاظم فليح وعلى ناصر حسين محمد ناصر العفو، قلت له شوفوا لي يعني هذا، شافوه قالوا هذا زين، قلت لهم لمدة أسبوع، فشافوه قالوا كابتن زين هذا بس ما يرهم، لأن عمره 12 و13 سنة لا بالشباب ولا بالناشئين ولا بالعشبال. فمرور الوقت أنا طلعت من القوة الجوية راح أدربت نادي بيرس، فدائما أسأل عليه أخابر أبوه قال له شلون همام، يقول لي زين ده يتطور كذا، وأروح أمر للنادي. مرة شفت المرحوم صباح عبد الجليل نزل واحد، فأنا قاعد بالملعب أتفرش شفت واحد سريع مراوغ ما أدري شنو قلت لهم هذا منو؟ ناسيلي يعني كان كلش صغير، قالوا لي هذا همام. أنا همام مشت عندي، همام منو همام؟ قلت ما قالوا لي همام طارق نحوش، قالوا لي هذا همام. فنزل الشوط الثاني أبدع، فتقدم مستوى رهيب، ما أشوف غير بين هذا خلصته، ما أشوف غير واحد يشيت علي شونك عمو شونك كابتن، قلت له همام من طارق، قال لي أنا، قلت له ما شاء الله عليك، قلت له عمي موهوب تصير كذا. هاي واحدة. اثنين لما رادوا النادي الاهلي، كابتن خلف يعرفهم، لما رادوا النادي الاهلي دبي رادوا يتعاقدون وياه، اتصل بي الاخ نجم عبد الخبير بكرة الطاولة، فقال لي رايدين همام تقدر تدبر لنا؟ قلت له بسيطة. فحشيت ويا همام كذا، قال لي يعني ما اقدر اعوف القوة الجوية يعني كذا مش شنو، قلت له يا اخي شوف العقد مالك وقارن بينك وبين القوة الجوية، شوف الملاعب مالتنا وشوف ملاعبهم، تجربة هنا تقدم زين، تجربة هنا تقدم زين، بس هناك تقدم أحسن، لأن ملاعبهم غير ملاعب المدربين، بصراحة مدربين على مستوى عالي. فاتفقوا وياه على مبلغ 600,000 دولار، أول عقد وقع 600,000 دولار. من يوقع لازم؟ يوقع أبوه لأن كان قاصر، ويوقع منه المدرب اللي جابه اللي هو آني. فوقعت مباراة العراق ويا أندونيسيا، وقعنا العقد، كان الله يذكره بالخير كابتن حكيم شاكر تحياتي له، كان هو المدرب، فزنا عليهم 1-0 يونس قول. فبذاك اليوم واحد شافني من جمهور القوة الجوية قال لي كابتن شفناك بالإمارات، قلت له واني مقيم لازم كل 6 أشهر أدخل، يعني ما قلت له أني رايح بشغلة همام وكذا وقعة. فيعني قلت لك أني همام يستذكر هذه المواقف كابتن. طلع فد يوم اياد الجوراني سوى لقاء وياه بالاستوديو، قال له منو تعب عليك وجابك وسواك؟ قال له اللي تعب علي كابتن صباح عبد الجليل، اعطاني فرصه ولعبني. قال له زين وبعد منو؟ قال له وكاظم فليح بالشباب. قال له وبعد منو؟ بعد قال له حكيم شاكر اللي هو لعبني بالمنتخب مال الشباب. قال له لا اكو واحد جابك سواك وكذا ووصلك. قال له منو ما تتذكره؟ قال له ما اتذكره. قال له حميد سلمان. قال له قام يدق هيك
يعني نساني أنا شو باوع نساني مع هذا تحياتي إله وأتمنى له كل موفقية تحياتنا لأن هو ابن أخونا والحمد لله هو شق طريقه بشكل صحيح. الرسالة الأخرى الكابتن يونس عبد علي وداعا أبو نور عند رب الرحيم مكافأتك لأنك رفعت راية بلدك وعزف لك النشيد الوطني ستقطع عن عائلتك منحة الأبطال والرواد. لا إله إلا الله هاي المأساة هذه المقطع الأخير من هاي الرسالة رسالة الكابتن يونس هذه مأساة. يعني أنت راح أقول لك قد يكون هو المرحوم ناطق وعائلته هم نفس الشيء يعني كل ذولا اللي هم أنا أقول بأحوج ما يكون إله يعني من تجي أنت وتارك لك مثلا مجموعة ناس قد يكونون أطفال بعدهم يتامى يعني راح أقول لك شغلة واحدة ترى اليتيم يتيم الأب مو يتيم الأم. إحنا المفهوم اللي نعرفه إنه من تموت الأم يقولون هذا يتيم في حين الأب هو اللي أولاده يتيمون. ولهذا ليش أقول لك القانون يراد له الكثير من الإصلاح يراد له قانون فهم علي شلون يعني والله يعني كلام يونس واي خلينا نذكرهم واحد من الموجودين الآن ومسوى عملية ويعاني الكابتن حسين العيب الله يعطيه الصحة والعافية وكثير من النجوم ما حد يستذكرهم كابتن. يعني أنا ذاك اليوم استغربت من شفت حسين الله يعطيه الصحة والعافية شفت عينه ملصومة مسوى عملية المسكين معقولة قلت كابتن معقولة قلت هذا النجم هذا اللي خدم خدم الأندية ما نقول خدم المنتخبات لكل المنتخبات لعب كل المؤسسات تخلت عنه كل ماكو ما يعني ماكو مؤسسة ما حد يسأل عليه ماكو مؤسسة شنو جد حيطو سأل علي جد يطو حيطو شنو كنز يطو فد 10,000 دولار راح عالج نفسه ليش شنو 10,000 قليل لسه قبل فترة قالوا خلي أحكيها قبل فترة قالوا النفط إذا صار ب$40 خلص بعد ماكو استقطاعات الآن هسه وصل 64 يدي زيدونه لا تقطعوا من عندنا هي مال رواد ومال أبطال يعني حتى هذه يقطعوا من عندنا الله الأكبر زين فكيف يعني تفضل كابتن خلف قبل شوية ناطق وغير ناطق الله يرحمه والباقيين كاظم كامل وسعد يونس شنو تنقطع من عندهم هذه يعني بارك الله بي يونس عبد العلي الرائد والبطل بي. يتعب ويروح ويمثل العراق وآسف لهاي المفردة يجي واحد ما عرقان بدرزي يأخذ تعبكم بشخطة قلب شغلة عادية جدا 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 عادية. يعني احنا مرات من ألتقي ويا الكابتن سيد العيبي يقول أنا مثلت ناديين مشهور لعبت للشرطة ولعبت للجوية وأنا أقول هذا اللقاء لقاء العراقي وياك من نسولف لأنه قبل أيام زمان من نحكي على السبعينات والستينات يعني آليات الشرطة والقوة الجوية مو هيجي؟ نعم دول الفريقين اللي يبون كرة العراقية وهو اثنين هم مثلهم. إذن من أنا عندي هذا اللاعب اللي محسوب عليه ورائد من روادي سواء بالشرطة إدارة الشرطة تهتم به وإدارة القوة الجوية تهتم به ومثل ما تفضل الأخ سامر يقول لك احنا كل احنا ما بينا 12 واحد من رواد القوى الجويه ما حد دعانا للحفله دعونا كابتن دعونا الحفله لكن ما قيمونا مثل ما قيموا الشرطه رواد الشرطه بيهم فوق ال 150 واحد يعني هاي كابتن ابراهيم سالم تحياتي له قال كنا قيمونا وقد يعني كافونا كل واحد 500,000 دينار شنو قيمه ال 500,000 دينار راح ابني بيت بيها لو راح اشتري سياره. الكابتن مظهر خلف تحياتنا له يقول السلام عليكم وسلامي إلى ضيوفك الكرام اذكر أن منحة الرواد وصمة عار بجبين من سواها بقانون مجحف للرواد. لا مو بهذا الشكل يمكن هي لو هذا القانون ما قارينه أخ علي يمكن اليوم كثير من الناس محتاجة ل 400 ومحتاجة ل 500 وشنو فايدة القانون من يموت النجم تنقطع إيه؟ لا مو أنا إيش أقول لك أنا إيش أقول لك أقول لك هو هذا القانون شي يراد له يراد له إصلاح يراد له قانون آخر يراد لفقرات أخرى تعزز هذا القانون يعني على الأقل إنه هذا النجم اللي يموت يجب أن لا تقطع من عنده. إذا هو كان مو بس هاي كابتن أكو نقطة مهمة أكو كثير من اللاعبين اللي لعبوا بالدوريات وصاروا هدافين مثل زهراوي حنون مشكور يعني بالقوة يلا دخلوا بهذا القانون زين هذا ما توفق ما راح منتخب ما لعب منتخب شلون هو كان لاعب يعني محترم ولاعب نجم والنادي ماله يشجعه والانديه الباقي تحترمه
هذا ما ياخذ، ليش ما ياخذ هذا؟ ما صارت له فرصه يلعب بالمنتخب، يعني معناته انحرم هسه. فكيف اللي يموت اللي دا يترك عائلته وعنده اولاد مثل ما تفضلتوا، هذا بيمس الحاجه له، بيمس الحاجه. تحياتنا للكابتن حسين الشافي مدرب المنتخب الوطني بكره القدم للصوم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كذا نعزي الوسط الرياضي الرحيل اللاعب والمدرب الدولي كابتن صباح عبد الجليل رحمه الله. وبعد نود ان نبين بان اللجنه البارالمبيه كانت السباقه في احتضان الكفاءات بشكل عام والتدريبيه بشكل خاص، وكان لنا الشرف العمل على تواجد الراحل طيلة السنين السابقة بمنصب مديرا فنيا على منتخباتنا الكروية للصم، وعملنا بكل جد واجتهاد وكنا على هبة الاستعداد للمنافسة على أحد المراكز الثلاثة في بطولة أزياد أسياد آسيا، ولكن قدر الله وما شاء فعل. آسف لبقية الرسائل، رسائل كثيرة توصلني لكن بسبب ضيق الوقت. شكرا جزيلا لكم للحضور الكابتن خلف كريم، الكابتن حميد سلمان، وشكر موصول لكم مشاهدين الأكارم. نلتقي غدا. السلام عليكم ورحمة الله.